أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل يقول لو كان الإمام أحمد في عهد بني إسرائيل لكان نبيا من أنبيائهم، فما الرد على مثل هذا القول؟ هذا هذيان، هذا هذيان من مجنون، ولا يجوز هذا الكلام، هذا من الغلو، هذا من الغلو والإطراء الذي لا يجوز. نعم، الإمام أحمد إمام جليل بلا شك، وهو إمام أهل السنة وكبير المحدثين، هذا لا شك فيه، لكن ما يقال أنه يمكن يكون نبي. نعم، يعني هذا اقتراح على الله أنه يجعل الإمام أحمد نبي، اقتراح على الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو اللي يختار الرسل والأنبياء، ولا يقترح عليه أحد يقال هذا يصلح للنبوة. نعم.